لما تخوف ترغيب. لما تخوف الناس بعذاب ميتافيزيقي طبيعي يتبعوك لانهم جاهلون. يا سيدي الفاضل كي تقول ميتافيزيقي نختلف معك في العقيده اذا. ميتافيزيقي لا طبعا. لا مش ميتافيزيقي حقيقي. انت سوف تموت وسوف تدفن وسوف تبعث وسوف تحاسب. لكن هذا غيب. انا خوفتك. هل تتفق مع انه غيب؟ غيب ولكن حقيقة. إذن ميتافيزيقي. لا لا غيب. مادام غيبي الغيب هو الميتافيزيقا. الغيب حينما يعلم عنه الله عز وجل يصبح حقيقة. لا ولكن غيب وقال لك يؤمنون بالغيب في القرآن سبحان الله يؤمن الذين يؤمنون بالغيب إذن بالميتافيزيقا. ما معنى يؤمن؟ القرآن يقول لك تؤمن بالميتافيزيقا. ما معنى يؤمن؟ قولي ما معنى يؤمن؟ معنى يصدق. أنا لما تجي تقول لي كاين جاذبية تقول لي كاين جاذبية نقول لك لا أؤمن تقول لي ها علاش طاح القلم؟ كاين جاذبية وراهي. لا لا أتق... أنا... أنا... تقدر تقول لي أين عقلك؟ مفردات مفردات العقل مش ميتافيزيقا. لا لا المفردات وريني عقلك وريني عقلك مفردات جهنم مفردات العذاب. سألتك سؤال أين عقلك؟ وريني عقلك أين عقلك؟ لا العقل إذا تكلم ما تهربش. أنا ما نقدرش يا أستاذ. وريني عقلك عقلك ميتافيزيقا غيب. العقل هو الذي أحدثه. لا مش غيب العقل. لا لا تحدثني بلسانك مش لا بعقلك. لا لا العقل مش غيب. العقل غيب. أحدثك بمنظومة إدراكية من ضمنها العقل. الكهرباء غيب. لا 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 مش غيب. غيب. لا 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 مش غيب يا أستاذ. دوران الأرض هنا غيب. هنا هنا أنت اسمح لي ولكنك تتكلم في خارج اختصاصك. هنا الفيزياء مش من اختصاصك والطب مش من اختصاصك. ما تعرفش شو قريت أنا. أنت لا تعلم ماذا درست. أعرف يا خيرتك يا رب. أعرف أعرف حينما تريد أن تحاور أحد أقرأ السي في نتاعه أولا يا أستاذ. مولانا سألتك سؤال أين عقلك؟ أين عقلك؟ العقل ليس غيبا ولا غيب؟ لا مش غيب العقل. وجهه. اسمح لي يا أستاذ. وجه عقلك. هذا خطاب. والله ما والله اسمع والله ما سمعتك. مش غيب العقل. وجهه. اسمح لي يا أستاذ. وجه عقلك. هذا خطاب. ما تقوله ما تمارسه هو خطاب. العقل مش غيب. الإسلاميين من عادتهم يقولوا العقل غيب وكذا. لا العقل مش غيب. ما هو العقل؟ عنده تعريفات في المجالات تاعو تاع الاختصاص.